ونبلش مقطعنا يا شباب الايس ستورم تشالنج. طبعا اليوم فتحوا التحدي الرابع والخامس، يعني اليوم اعتبار اليوم الثاني من تحديات العاصفه. تمام، هذه التحديات اللي راح اشرحها اليوم. والتحدي الرابع مثل ما تشوفه مطلوب منك انك تدمر الايس بورتس، تدمر 100 واحد من الزومبي اللي تشوفوه قدامكم، الزومبي الضخم. يعني كل مطلوب منك قتل 100 زومبي ضخم باي سلاح بدك اياه. تمام، يعني مثل ما تشوفه قدامكم هم ثلاث انواع الزومبي، لا اترك الباقيين بس الزومبي الضخم اللي انا ذبحته قدامكم مطلوب منك قتل 100 منه. والتحدي الخامس مطلوب منك انك تدمج الايس ليجن 10000 دمج باستخدام اسلحه الاسوت رايفل اللي فوق او باستخدام المسدسات اللي تحت. طبعا شباب بالنسبه للايس ليجن انا كنت مفكر الايس ليجن هي خليه الزومبي، لا للاسف الايس ليجن مش خليه الزومبي، الايس ليجن هم الزومبي نفسهم بشكل عام، يعني هم فيلق الزومبي اللي يطلع من الخليه. مطلوب منك انك تدمجهم 10000 دمج باستخدام اسلحه الاسوت رايفل او البيستول. يعني مش مطلوب منك انك تدمج الخليه، المطلوب منك انك تدمج الزومبي كلياتهم اللي يطلعوا من الخليه باستخدام البيستول، المسدسات يعني، او اسلحه الاسوت رايفل. الخليه لا تقربها، مش مطلوب منك تدمر خليه او تدمجها، تدمج بس للزومبي. بس شباب هيك كون وصلنا لنهايه مقطعنا، فاتمنى اذا عجبكم المقطع لا تنسوا من اللايك، واتمنى اذا ما كنتم مشتركين بالقناه انكم تشاركوا، لا تنسوا تفعيل زر الجرس، وربي يسعدكم على كل شيء شباب. طبعا راح احط لكم رابط قناه الثانيه الاحتياطيه بالوصف، اتمنى انكم تدخلوا وتشتركوا فيها. يلا مع السلامة.